التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وهكذا تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا الثامن عشر الخاص بالابكار اللقاية المهجنات العصايل. اسير الى مقدمة الشوط والى المركز الاول، والصدارة المسك سعيد بن ولي بن علي المدهوشي على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني وهنا لطامة علي بن شاكر بن حمود الشريف على المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث الظفرة لسيف بن ثعيلب بن حاي المزروعي يتقدم مع المركز الثالث، بينما في رابع المراكز بدور محمد بن سهيل بن هيان العامري مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هذه تقدمت ملفتة لمحمد بن غفان العرتي الحميري ياتي على المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما في المركز السادس وهذه مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام هذا شعار بن هلال يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقه لاحمد بن عبد الله بن رفيعه الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز السادس، بينما في سابع المراكز والمركز السابع ضوء نياف بن صالح بن ناشي العصيمي يتقدم على المركز السابع، بينما في المركز الثامن وصلت اللي هي مشاهدينا الاعزاء على المركز الثامن الظن سعيد بن محمد بن عبيد الشامسي، وفي المركز التاسع تقدمت اللي هي خلاب مبارك بن علي بن عبد الله النيابي، وعاشر المراكز هذه كيان علي بن راشد الشاوي الغلي. هذه هي النتيجه والنداء للعشر المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء والشعارات. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة، وهذه الآن طموع اللي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول نجوى لأحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني هذه القادمة على ثاني المراكز للطامة علي بن شاكر بن حمود الشريف اللي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي قادمه المسك سعيد بن وني بن علي المدهوشي قادما الى المركز الثالث، بينما المركز الرابع اللي تقدمت هذه بشاير احمد بن شاهين بن خلوان المزروعي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ضو نياف بن صالح بن ناشي العصيمي قادما الى المركز الخامس. هذه المراكز الاولى، هذه التحديات ايها الاخوه الكرام، ولكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى الصداره، عوده الى الرياده الاولى، وهذه الان على المقدمه بشاير 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 في الكيلو والمتر الاخير مع ال 600 متر النهائي، وهي مسيطره على مقدمه الشوط على المركز الاول. يا سلام يا بشاير لاحمد بن شاهين بن غلبان المزروعي، لكن
يلعبون المسك. سعيد بن ونيب بن علي المدهوشي، المدهوشي بدأ يغير إلى المقدمة مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات النهائية. وين الناموس؟ وين الانتصار؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن بشاهين والمقعودي غادم، المقعودي غادم مع توثيق محمد العتيج المقعودي البلاسي. الله جاوز يا مجاوز، اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية. توثيق بشاير، توثيق بشاير مع اللحظة الأخيرة، مع اللحظة النهائية. ولكن بشاير تهانينا وناموس لأحمد بن شاهين المزروعي المركز الثاني. وصل التوثيق لمحمد العتيج المقعودي المركز الثالث. وصل شعار المدهوشي اللي احتل المركز الثالث مع المسك سعيد بن ولي بن علي المدهوشي. هذه النتيجة لثلاث المراكز الأولى. توقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني. تهانينا والناموس للجميع.